حفاظا على الموروث الشعبي ودعما للمنتج المحلي، انطلقت فعاليات مهرجان الخريف بحضور جماهيري واسع على حدائق بارك أزادي في السليمانية، بمشاركة 135 مشارك من مختلف المناطق. يعني السليمانية أحبها، إنه جوها وشعبها ناسها طيبين وجوها طيب، شتاء صيف خريف نفس الشيء، عندهم الجو حلو. بس أعني أحكينا عن المهرجان، هذا المهرجان مو أول مرة، هاي تقريبا كل سنة، كل هاي بالسنة مرتين يسوون بارك أزادي. في المهرجانات هنا أنا حلوة، وإحنا نشجعهم، وطبعا هو نشجعهم إنه كبداية خطوة لهم، وبالإضافة إنه أكلات السليمانية الشعبية مطروحة موجودة، يعني أنت ما تحتاج تروح مطعم، هذا تجي هنا على تاكل اكلاتهم اهل المدينه. يعني كلش حلوه المهرجانات دائما تصير بالسليمانيه خاصه، والناس دا تشوف ايش قد حلو، ازدحام متونسين، والاكلات الشعبيه والملابس الشعبيه كلش شيء حلو. يعني احنا نشجع هالاشياء، ويا حبذا بغداد هم تصير هيك مهرجانات، هي دا تصير بس يعني ما يسلطون الضوء عليها. فالسليمانيه اكثر شيء يعني شوف كل القنوات تجي وشوف يسلطون الأضواء على المهرجانات. مهرجان تضمنت معروضاته الموروثات الفلكلورية من أكلات شعبية وألبسة وحلي وغيرها من الأعمال اليدوية والفنية، والتي تعكس التاريخ العريق لأهالي المدينة. احنا شاركنا بالحلويات، عندنا كيك وتراليشة وبسبوسة وديسباسيتو. هاي احنا عندنا ثلاثة شغلات، واحد كيكة خصوصية إلنا، كيك اسمها بالفستق زين، وواحد اللاخ تراليشة خصوصية مال نمود نفس تراليشة مال عام يسوين، وكيك اللاخ بالجوس. إنها خطوة جيدة لافتتاح مهرجان الخريف للتسوق، وخاصة المنتوجات التي تباع أونلاين، فإنها فرصة لعرض إنتاجنا أمام الناس وتسويقها فيما بعد، والأسعار تكون أقل بنسب مختلفة، وهي تشجع الناس على الشراء في هذا الجو الجميل. احنا مشتركين هسه بهالمهرجان، احنا عاده بسليمانيه بكل المهرجانات احنا نشارك بكل المهرجانات، احنا اسعارنا مناسب، وكغرزقار الكبابنا خاص، احنا نستعمل لحم الغنم، واحنا عاده اللحم مالتنا اللحم السليماني بصوره العام يفرق مع الجنوب، يعني عاده العرب يجون لهنا تحبون الكباب السليمانيه. اهميه اقامه مثل هذه النشاطات الاقتصاديه كونها فرصة جيدة لتعريف المواطنين بمنتجاتهم المحلية اليدوية والمصنعة من مواد طبيعية، وتشجيع المشاركين من كلا الجنسين من خلال عرض منتجاتهم وبيعها مباشرة للمواطنين، وبالتالي الاستفادة من مردودها المالي. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.